اولا عايز يعني عايز برضو اشكر، لان دايما الواحد بيبقى مركز في الموضوع دوت، حته المسانده الجماهيريه، المسانده الجماهيريه سواء للنادي الاسماعيلي، ودي اللي كانت موجوده. ويمكن انا من الناس اللي لعبت في النادي الاسماعيلي وعارف الجمهور في اسماعيليه، اما الدنيا بتبقى مش الطف حاجه، ممكن تلاقي ممكن خروج عن النص، وبتلاقي زعل، وتلاقي ضيق، وبيبقى في قرارات انفعاليه. ولكن عايز اقول ثبات جمهور النادي الاسماعيلي ده شيء يحسب له، والفريق في المراكز الاخيره داعم موجود بيسافر وراهم، عارف ان الفريق امكانياته احسن من كده. في نفس الوقت مجلس الاداره وفر للكابتن حمزه كل حاجه، وقف جنب الفريق، بعد عن اي مهاترات اللي هي من شانها انها تعمل اي بلبله داخل النادي الاسماعيلي. وبالتالي ابتدى يظهر النادي الاسماعيلي، ابتدى يبقى له شكل، ابتدت اللعيبه ثقتها ترجع في نفسها. وبنقول ده لسه كمان النادي الاسماعيلي عنده اكتر من كده كتير قوي. وطبعا يعني انا احب ويشرفني واحب ابارك للمهندس يحيى الكومي رئيس النادي الاسماعيلي على مباراه النهارده، وفي نفس الوقت على الفتره اللي فاتت اللي شفنا فيها اسماعيلي مختلف. يا باشمهندس منورني ومشرفني في الريمونتادا، والف مبروك ماتش النهارده. اهلا بيك، الله يبارك. ماشي يا كابتن محمد، والله وبنشكر الناس كلها اللي وقفت جنبنا خلال الفتره اللي فاتت، وبالذات جماهير محبه للنادي الاسماعيلي واللي بيحب الكره الحلوه في مصر كلها للنادي الاسماعيلي. فيعني الحمد لله بنشكر ربنا وشكرا لك، والف الله يبارك فيك جميعا ويبارك فيكم جميعا ان شاء الله. لا ده واجبنا طبعا كلنا كناس، كلنا عاشقين للنادي الاسماعيلي، وطبعا انا يمكن بزياده، لان انا النادي ده طبعا يعني برضو خيره عليا، ولعبت فيه 5 سنين وخدت فيه بطولات. ولكن خلينا اسالك يا باشمهندس، انت شايف ايه اللي اتغير جوه النادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت، وبالتالي النتائج ابتدت تتحسن؟ شايف ايه اهم حاجه اتغيرت؟ اهم شيء اتغير هي الروح، روح اللعيبه، روح المنظومه كلها. النجاح ده من نجاح كل المنظومه، سواء من لعيبه، من جهاز فني، سواء من اداره، سواء من جماهير، سواء من كل العاملين في النادي، كل ده منظومه متكامله بتشتغل في كل الاطار لنجاح هذه النادي، وهو ده النتائج اللي بتطلعها المنظومه الناجحه ان شاء الله. واعتقد يا باشمهندس كمان برضو يعني دايما خليني اكلمك بصراحه، يعني حتى وجود دايما لعيبه كبيره لعبت في النادي الاسماعيلي في الجهاز الفني، اساطير من اساطير اسماعيليه، يعني احنا لما بنقول برضو الجهاز فيه الكابتن حمزه والكابتن حسني والكابتن حمص والكابتن احمد قناوي، ناس تعبت وبذلت وعرقت علشان خاطر النادي الاسماعيلي، اكيد ده برضو بيفرق حتى وجودهم كجهاز فني. مفيش كلام، هو دول بص كل الجهاز الحمد لله كلهم من اوائل، والناس اللي لعبوا مع النادي الاسماعيلي خدوا بطولات كمان. يعني كابتن، سواء كابتن حمزه الجمل، حسني عبد ربه، كابتن قناوي، كابتن حمص، كابتن ايمن كمال، سيد توفيق، كل الجهاز الطبي الاداري، كل دول خلي بالك كانوا اصحاب بطولات في النادي الاسماعيلي في تاريخهم يعني. اكيد. وطبعا وانت بقى النجم الكبير بتاع الاسماعيلي زمان يعني. حبيبي ربنا يخليك يا باشمهندس. مصر كلها بقى بالاخر يعني. طب باشمهندس احنا بدانا نسمع كده الساعات الاخيره بعد ما الاجواء بقت حلوه قوي كده في اسماعيليه، ويا رب كده دايما، سمعنا بقى ابتدينا نسمع ان الباشمهندس يحيى الكومي ابتدى دلوقتي يفكر ويجهز بقى للتجديد مع الكابتن حمزه الجمل كمدير فني للنادي الاسماعيلي الموسم القادم، هل الكلام دوت صحيح ولا حضرتك لسه كمجلس الكلام؟ طبعا يعني بعد النتائج دي، طبعا احنا بعد يعني النتائج الجميله دي طبعا لازم نتمسك بهذا الجهاز، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله، لان احنا هيستمر معانا السنه الجايه ان شاء الله. فاحنا يعني خلينا بس نخلص الاول الدوري ده واحنا في مركز كويس، لان نفسنا ان برضو انا نفسي النادي الاسماعيلي يبقى يخش برضو البطوله العربيه، ويبقى لها ليه دور في البطوله العربيه، وان شاء الله السنه الجايه ننافس بقى على البطوله بصحيح يعني. صحيح السنه الجايه مجهود تاني خالص، ومجهود كبير جدا، وعايز شغل جامد جدا يعني.
طيب باشمهندس، هل فعلا ممكن يكون زي ما كلام سمعنا في برضه في الساعات الاخيره ان الكابتن حسني ممكن يبقى يعني يفكر الفتره اللي جايه ان هو يقدم استقالته او حاجات من دي؟ هل وصلك كلام من ده من الكابتن حسني ولا ديت اشاعات؟ لا خالص، ابدا ابدا ابدا. طب ولو يعني ولو حصل بقى رد فعلك؟ الحقيقه وارد جدا ان الناس يعني هو بص كابتن سواء حسني او كابتن حمزه بالذات يعني هم لهم هم خاصه انه ينجحوا الفريق والحمد لله نجح. هو بيقول لك انا اديت اللي عليا، قد يكون هو هذا تصوره يعني، بس لا احنا متمسكين بيهم وان شاء الله يستمروا معانا باذن الله للافضل يعني. بدانا يا باشمهندس، الطموح اكبر من كده، الطموح مش ان احنا نبدا في الدوري، الطموح ان احنا نحقق حاجه للنادي الاسماعيلي وجماهير النادي الاسماعيلي. طب خليني اكلمك بكل صراحه، لو فعلا حصل والكابتن حسني اتقدم باستقالته، هل حضرتك هتوافق عليها ولا انت شايف حضرتك لا وجود حسني هيبقى مهم؟ لا لا خالص، لا لا مش هتوافق يعني مستحيل يعني. ليه وافق ليه؟ هو ماله؟ ما بالعكس ده هو قايم بدور جميل جدا طبعا. وخلي بالك هو برضو عنده علاقات جميله جدا باللعيبه ومن الناحيه الاداريه وحتى المستحقات مفيش مشاكل خالص، هو مسيطر على اللعيبه الحمد لله، وده شيء جميل. والفضل حقيقه برضو للعيبه على راسهم باهر محمدي وعبد الرحمن مجدي حقيقه وعمر الوحش، كلهم هم اللي متمسكين يعني. انا كان لقائي بيهم امبارح كان لقاء من اجل ان احنا يا جماعه خلينا نطلع ان شاء الله من عنق الزجاجه، والحمد لله طلعنا، وهم رجاله حقيقه وانا بشكرهم حقيقه يعني على وعودهم ليا ان احنا نكسب والحمد لله كسبنا يعني. هل باشمهندس بدا النادي الاسماعيلي يعني يظبط صفقاته للموسم الجديد ولا مستنيين الدوري يخلص وبعد كده لا والله بالعكس، احنا دلوقتي تعاقدنا انت عارف على يعني هداف المنتخب هداف الدوري الغاني هو يا نور، وتعاقدنا النهارده بالذات مع عبد القادر كولوبالي ده هداف الدوري الاغواري وده يعتبر ثاني الهدافين بعد كريم كوتيني يعني ده راح هو محترف في النمسا، وهو يعني انا شايف ان احنا بيلعب في المنتخب الكوت ديفواري وقعنا معاه النهارده، بالاضافه لبعض اللعيبه المحليين طبعا هنبدا نحسن الوضع ونحسن، بس طبعا كل ده بعد ما نثبت ان شاء الله بالنسبه لموضوع القيد، عشان انت عارف ان احنا موقوفين من تسجيل اللعيبه نتيجه عقوبات عشان موضوع اسعد الكثيري وموضوع برضه حاجات كثيره يعني. طيب باشمهندس يعني بقول لك مره تانية الف مبروك، وان شاء الله يفضل النادي الاسماعيلي كده كما عهدناه يعني بتاريخه والنجوم الكبيرة اللي موجودة فيه، وأكيد دلوقتي كل الناس مبسوطة في النادي الإسماعيلي، جمهور النادي الإسماعيلي حتى